رجعنا تاني مشاهدينا ومكملين حوارنا مع مروه رخا والانتقام. هفكروني احنا قلنا خطوتين لحد دلوقتي ايه وايه؟ اكاونتبيلتي. لا اول واحده لا لا لازم الترتيب. الحزن ماشي. خد وقتك في الحزن. اه خد وقتك في الحزن. مش وقتك قوي يعني اخر ثلاث ايام. حط نفسك احط نفسك مهلة. بتفرق من اسبوع. حلو اخر حاجه اسبوع. انا هدي لنفسي هحزن شهر. كل حد بيحط لنفسه المهله بتاعته. وبعدين الاكاونتبيلتي اول مسؤوليه ان انا هبتدي اراجع الاحداث كلها اللي حصلت واخد مسؤوليه عن كل الاخطاء اللي انا اخطاتها. اخطات بقى في الاختيار، اخطات في التصرف، اخطات في حق نفسي، الاخطاء بتاعتي اقر واعترف بيها. تمام. الخطوه الثالثه بقى الدروس المستفاده. ودي بقى انا كل ما برد على مشمشه من المشاميش واقول لها ايه الدروس المستفاده تقول لي يعني ايه؟ اقول لها يعني انت دلوقتي مريتي بتجربه، ايه الدروس المستفاده؟ اتعلمتي ايه يعني؟ قبل ما تنتقم هتراجع الدروس المستفاده؟ اه طبعا طبعا. لا ما هتمشي بالخطوات دي والا مش هيحصل. احنا السؤال اللي كان دور حلقه النهارده كلها ان مشمشه بتقول لي داين تو دان ازاي بيحصل السايكل دي؟ ازاي الدنيا دواره؟ ازاي الدايره دي بتكمل؟ فهي اول حاجه الحداد والحزن، ثاني حاجه المسؤوليه عن تصرفاتي واختياراتي، ثالث حاجه اللي انا فيها دلوقتي بقى دي الدروس المستفاده. اقعد بقى مع نفسي كده وافكر ايه الدروس اللي انا استفدتها من اللي حصل ده. اتعلمت ايه؟ هل اتعلمت مثلا ان علاقات الانترنت وحشه مثلا؟ مثلا احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. انا خلاص يعني تحديد موضوع الانترنت ده. بس احنا معانا اتصال من نجاح من موريتانيا. نجاه. نجاه من موريتانيا. نجاه اهلين. نجاه ازيك؟ ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا سالي؟ ازيك يا نجاه منورانا. كويسة قوي. بدحت مع مروة عشان استقفلها. ازيك يا نجاة؟ انت كلمتي المرة اللي فاتت والخط قطع. اه الخط قطع بس النهاردة مش هيقطع. اوكي الحمد لله. ازيك يا مروة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. مروة انا عندي مشكلة يعني هي الانتقام. انا ما بحبش انتقم من حدا بس انا كنت بحب واحد هو مش موريتاني والظروف ما تسمح له يعيش هون كتير في موريتانيا. فهمت علي؟ انا بحبه كثير. كان بيحكي لي قصه بس بعدين طلعت هالسنه كذبه كلها. يعني انت في بلد وهو في بلد؟ لا هو معي كان في موريتانيا عايش معي في العاصمه في موريتانيا. طب المشكله فين؟ معلش انا مش سامعه كويس يا نجاه. المشكله فين بالظبط؟ المشكله عشان انا حبيت وتعلقت فيه وهيك يعني صرت عندي افكار يعني بحلم اني بعيش معه بروح معه بلده اللي عايش فيه وهيك وبترك هون صديقاتي وبلدي وهيك. بس بعدين طلع لي انه هو ما بعرف اذا كان بحبني بس هيك طلع لي انه هو ما علاقه مع واحده بنفس البلد اللي هو عايش فيه. فانا مش عارفه اعمل ايه صراحه. يا نجاة علينا عشان يا نجاة ده انت الحلقه دي متفصله عليك على فكره. يعني هي تقريبا بتتكلم عن المشكله بتاعتك. انا ما بحبش الانتقام عشان انا بحبه ما بحبش اذيه بس هو خط قطع مره ثانيه للاسف يا نجاه. وعموما مش لازم تنتقم يعني هو الانتقام مش اجباري. هو هي قالت عايزه تنتقم منه؟ لا بتقول مش بتحب الانتقام. اه لا انا اللي انا فهمته ان هي بتحبه وهو عايش بلد ثانيه هي مستعده تروح له بس هو على علاقه بواحده في البلد الثانيه. لما اكتشفت بعد فتره تقريبا ان هو على علاقه بواحده ثانيه وان هو اساسا يعني من الاساس ان هو صعب لان هو عايش في مكان مختلف وبعد كده اكتشف ان هو على علاقه بواحده تانية فبالتالي من جميع النواحي ان هو عايش معاها في العاصمه في موريتانيا مش كان عايش معاها وبعدين نقل. طيب انا هكمل لكم الخطوات بتاعه الانتقام وبعدين هرد على نجاة. فاحنا كنا في الخطوه الثالثه بتاعه الدروس المستفاده. انا اتعلمت ايه من التجربه دي؟ هل اتعلمت مثلا ان الطريقه دي في التعامل بتطمع الناس فيا؟ هل اتعلمت ان العطاء اللي بزياده دوت بيقلب في الاخر؟ هل اتعلمت ان البخل العاطفي بيؤدي لمشاكل؟ ناخدها بورد اللاين كده عنوان مثلا الشخصيه دي او الشخص ده او يعني سواء رجل او ست تعاملت معهم بشكل معين وما نجحش مش معنى كده ان نفس الطريقه دي هتفشل مع كل الناس الثانيه. ما هو هنا في الاختيار في حاجه اسمها باترن. اغلب الناس بيروحوا لانماط معينه من العلاقات. فتلاقي مثلا واحده متخصصه في الرجاله المتجوزين. يا حبيبتي ما هو كل مره احنا عارفين هو متجوز مش هيسيب مراته ايه بقى؟ فنتعلم ان خلاص يعني السكه دي اخرتها مقفوله. مش كل مره اروح لواحد متجوز على امل ان هو هيسيب مراته وبعدين ما يسيبهاش فارجع اقول انا اتجرحت فعايزه انتقم منه. او علاقات الانترنت او العلاقات على التليفون او الكاتيجوري مثلا في واحده كل احلامها انها تتجوز دكتور فكل ما تعرف واحد بتروح منقيه الدكاتره. طب خلاص انت عرفتي دلوقتي ان الدكتور دوت مشغول وكل مره بتشتكي ان هو مش متفرغ لك وانه مش بيقول لك كلام حب وانه مشغول بحاجات تانية اهم يبقى النمط ده ما ينفعكيش.
فهي هي دي الدروس المستفادة. مثلا على موضوع الولد اللي كل مرة البنت بتخونه، ايه الحاجات المشتركة في البنات دي؟ انت بتروح للبنت اللي عندها مؤهلات الخيانة اللي هي ناوية تخون، او اللي انت في الاخر بشكك فيها بتتفاعل الخيانة. الانماط اللي هي هتبقى كده. احنا عموما الويب سايت والجروب بتاعك على الفيسبوك موجود دلوقتي على الشاشة لأي حد عنده اي مشكلة. طبعا مروة متفرغة معاكم حتى بعد رمضان، احنا مش موجودين يعني. رمضان فدي كده تالت خطوة، الدروس المستفادة، انا اتعلمت ايه واستفدت ايه. بصوا بقى على رابع خطوة، دي مهمة قوي. انا خلاص اقررت بمسؤوليتي، والمفروض ان انا عرفت اتعلمت ايه. ربنا بقى ايه بيختبرك، هو مش هيروح يقول لك خلاص انت اتعلمت فخلاص انا هعاقبه لك، لا، هيروح حطك في مواقف مشابهة للموقف ده. لو فعلا انت اتعلمت مش هتقع في نفس الحفرة. لو انت ما اتعلمتش هتقع في نفس الحفرة. عشان كده في ناس كتيرة بتقولك انا بقعد بالسنين مستنية ربنا يوريني فيه يوم ومبشوفش اليوم ده. ده معناها انها لسه بتحبه لحد الوقت. ده معناها انها لسه بتحبه. معناها انها لسه ما اتعلمتش. معناها ان مفيش موفينج اون، مفيش استمرارية، مفيش اللي هو خلاص هنقلب ونعدي. مروة معلش مكملين معاكي، بس معانا دعاء من مصر على التليفون. الو يا دعاء. الو، ازيك يا دعاء؟ ازيك يا تاني؟ تمام الحمد لله. ازيك يا كريم؟ ازيك يا دعاء، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. لو عندك اي سؤال لمروة. بصي يا مروة. يا حبيبتي انا بس انا دخلت في علاقتين. بس في العلاقتين انا يعني في العلاقتين لما كان حد فيهم بيعمل يعني اول موقف حصل منهم غلط في حقي انا بعدت. اوكي. ما بقدرش، ما بقى يعني حسيت ان انا في حاجة جوايا اتكسرت. انا عايزة اسأل ده في حد ذاته انتقاما، حاسة يعني ان انا بنتقم منهم كده ان انا ببعد وانا عارفة ان هما بيحبوني. طيب ميرسي يا دعاء. احنا ممكن نطبق الخطوات على دعاء. ايه رأيك نجرب ان احنا بس انا عايزاكم بصوا بقى هنخلوا بقى هنا في عندنا شعرة ما بين ان انا اكون بحافظ على كرامتي وان انا اكون بتلكك. لان ممكن ساعات علاقات كتيرة جدا بتبوظ لان انا مش مستحملة. يعني دلوقتي دعاء هي دلوقتي بتقول ايه؟ ان هما الاتنين كانوا بيحبوها، بس في اول لحظة او في اول مرة جه على كرامتها هي نهت الموضوع. لو دعاء متأكدة 100% ان قرارها صح ما كانتش كلمتنا دلوقتي. فدعاء مكلمانا لان هي حاسة جواها انها اتسرعت او انها تلككت او انها جت عليهم كده. فده جزء من الدروس المستفاد. فده جزء من ان الواحد بيراجع نفسه، هل انا اتسرعت، هل انا ما اديتش فرصه. يعني الواحد قبل ما يحكم على انسان ان فلان مثلا قليل ادب، هديله فرصه مره واثنين وثلاثه. لو في كل مره بيثبت نفس الحكايه يبقى خلاص بقى. على عكس بقى الناحيه الثانيه، الانسانه اللي بتفضل مره واثنين وثلاثه و10 مواطن ملطشه ومفيش اي مشاكل خالص وفي الاخر سابني ليه؟ فاحنا مش عايزين الاكستريم ده ولا الاكستريم ده. مروه معانا اتصال. تمام. معانا مين؟ سلمى من مصر. معانا سلمى من مصر. الو. ايوه. ازيك يا كريم؟ ازيك يا سلمى؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله. هاي ساري. ازيك يا سلمى عامله ايه؟ معانا مروه رخا لو عندك اي سؤال. هاي يا مروه ازيك؟ هاي يا سلمى ازيك؟